بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، واعلموا أنها لا يكفي إقرارها باللسان دون إكمال شروطها، فلها شروط ذكرها الشيخ الحافظ الحكمي في منظومته: العلم والقبول والعلم العلم واليقين والقبول والانقياد، فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. أيها الإخوة الكرام، الشرط الأول العلم، بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا المنافي للجهل بذلك. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله. وهم يعلمون، أي معنى ما نتقوا به بألسنتهم. وفي الصحيح من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. والشرط الثاني اليقين، بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما. فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخله الشك؟ قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. والشرط الثالث القبول، معنى ذلك قبول الإنسان لما تقتضيه تلك العبارة بقلبه ولسانه. وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز كيف استكبر الكافرون عن قول هذه الكلمة وكذبوا بها. قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. والشرط الرابع الانقياد، لما دلت عليه المنافي لترك ذلك. قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله، وإلى الله عاقبة الأمور. ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد وهو محسن موحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، رواه مسلم. والشرط الخامس الصدق، المنافي للكذب، وهو أن يقولها صدقا صدقا من قلبه، يواطي قلبه بلسانه. قال الله تعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والشرط السادس الإخلاص، وهو تصفية العمل عن جميع نوائب الشرك. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له الدين. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه أو نفسه. والشرط السابع المحبة، ضد البغض. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.